هذا رأي. الرأي الآخر لا، المسألة مو الشكل، وإنما المسألة أنهم كانوا يرتزقون بالكذب، بقولة الكذب يرتزقون. يعني يجيب لنص كاذب حتى يحصل من ورائه، يعني يزور بعقيدته، يزور بفكرة، يزور بالحقائق الواقعية حتى يأكل من التزوير. أروي لك حادثة. إبراهيم ابن العباس الصولي، إبراهيم ابن العباس أديب، شاعر، كاتب، كان أيام شبابه يتكسب بشعره. من يجي مثلا أمير أو يجي وزير أو يجي واحد محترم يروح يقرأ له قصيدة ويأخذ منه جائزة، يحصل منه أموال يعيش عليها، يتكسب بشعره. إبراهيم ابن العباس الصولي كان مار. وين مار؟ هاي اللي يحكيها منه، اللي يحكيها إسحاق ابن إبراهيم. يقول أنا كنت موظف على سيروان، على دائرة الضياع، دائرة البساتين والزراعة، يعني مديرية زراعة اصطلاحنا اليوم، من في أيام المتوكل. أنا كنت موظف من قبل موسى ابن عبد الملك، كان مدير الدائرة موسى ابن عبد الملك وأنا موظف. يقول هذا العباس الصولي، إبراهيم بن العباس الصولي، هذا كان مار بخراسان أيام المأمون، مدح المأمون لما جعل الإمام ولي عهد، لما سوى الإمام الرضا ولي عهد، طبوا الشعراء، من جملة من طب هو هذا طب، طب مدح الإمام بقصيدة ومدح بها المأمون، وقال من جملة أبيات القصيدة أن المقام الخلافة لآل محمد، نفسه، يعني مدحهم بأن الخلافة لهم لا لغيرهم. هو هذا اللي يحكي القصة، يقول هذا إسحاق بن إبراهيم، يقول أنا استحسنتها للقصيدة، قلت له أصلحك الله، أريد لي نسخة من هالقصيدة، فيها مانع؟ قال لا. يقول كتب لي نسخة طانيها، قصيدة أنا مستحسنها، احتفظت بهاي القصيدة المكتوبة عندي، خليتها عندي. زين، اجت ايام المتوكل، لما اجت ايام المتوكل طلع موسى ابن عبد الملك، هاي مدير الدائرة، طلع من الدائرة، قام يصفيهم هذولا الجماعة اللي كانوا بالدائرة، من جملة من طلع هذا موسى ابن عبد الملك المدير الدائرة، حط بداله ياهو ابراهيم ابن العباس الصولي، هذا الشاعر، نبه لي، هذا الشاعر جاب سواه مدير للدائرة. هذا الشاعر يريد يتقرب إلى المتوكل. المتوكل معروف عنه أن إذا واحد يشتم علي بن أبي طالب أو يشتم العلويين، نعم يقربه، هذا مقرب، هذا شهادة محترمة، أن يشتم علي بن أبي طالب ويشتم أولاده، هذا مقرب جدا مقرب. أما واحد بريحة ولاء لآل محمد، ما يمكن يبقى، نبه لي. فهذا ما إجا إلى صار مدير الدائرة، قام يصفي حطوه، هو هذا إبراهيم العباس، حطوه مدير دائرة، قام يصفي، يقول إجت التصفية إلي، لحقتني إلي. يقول ودى وراي، حقق وياي تحقيق، قدمت يقول أدلة، اتهمني ما صدق، قدمت بينة ما قبل قولي، دافعت بما لا يرفض لم يقبل قولي. أكو قصة قال لي كنت أحلف عليها، ثم قال لي بطلت، أنا ما راح أحلفك. قلت له ليش؟ قال لي أنت رافضي، والرافضي يكذب عند السلطان، ما يحكي صدق. يقول أنا بعد إجتني شوية، إجت حطيت حلقي بإذنه، قلت له أنت ترى هذا القول اللي تقوله إذا وصل للمتوكل ترى أنذبح، أنا أقتل، لكن أعلمك الرافض منه، الرافض اللي يقول الخلافة من حق آل محمد مو من حق بني العباس. وقال لي منه هذا اللي يقول؟ قلت له أنت، والقصيدة بجيبي تعرفها؟ يقول هذا صفر وجهه، تغير. قال لي أنا راح هاي التهم كلها أنفيها عنك وأثبتك في مركزك، مو بس بشرط تطين النسخة حتى أمزقها. الله أكبر، شلون ضرب مملوء وعور، ضرب طويل، ها؟
يا دربنا يا دماء لا حدود لها. على أي حال يكفينا أننا على حب آل محمد والتد ولتذهب الدنيا على الدنيا العفاء. على أي حال ها؟ يقول قلت له شوف ترى أنا القصيدة عندي محتفظ بيها. يقول الطرب تغير وجهه تغير وجهه. قال لي أنا أذني كلهن أرفعهن عنك بشرط التطين النسخة أمزقها أخرقها ها؟ وينتهي كل شيء. اتأمل هذا الكذب حتى في العقيدة الكذبة. إذن أنت كنت تكذب فيما تقول في مدحك والآن تكذب في ولائك المصطنع. سابقا كذبت والآن بها الولاء المصطنع لبني العباس أنت كذبت ها؟ فتأمل هو هذا اللون في واقع الأمر اللي ابتلي به تاريخنا تاريخ الدنيا كلها مو بس تاريخنا. لكنه المفروض هذا الموضوع بالعقيدة موضوع لا يغتفر موضوع أبدا لا يغتفر.